أريج، محطتنا لليوم عن مناهج التربية لهذا العام الدراسي يلي أثارت جدل كبير حول بعض المواد ومحتوياتها. هل فعلا استبدلنا شعراءنا الكبار بشعراء مجهولين؟ وهل فعلا نقلت أغاني الحفلات إلى دفاتر العام؟ حقيقة هالموضوع ورد وزارة التربية وغيرها من الأمور موضوع نقاشنا لليوم مع ضيفنا الدكتور دارم طبع، مدير المركز الوطني لتطوير المناهج. سعد صباحك دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. يا هلا فيك دكتور دارم. يعني ظاهرة كتير انشغل فيها العديد من الأشخاص خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي هو موضوع المنهاج التربوي الجديد وبعض الأخطاء. هل نحن فعلا أمام أخطاء واردة بمنهاجنا لهذا العام؟ لا 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 أطلاقا أطلاقا، أخطاء بسيطة جدا مقارنة بما كان في السابق. السبب في ذلك هو أنه لجان التأليف واسعة جدا، هناك تمر هذه المناهج بمراحل عديدة من الرقابة، لكن طبعا هناك خطأ. نحن لا نصدر كتب مقدسة، ما هيك؟ كتب تفاعلية، وأي كتاب أي عمل فيه أخطاء. بالعكس، هذه الأخطاء نتيجة اليوم التواصل اللي هي ثاني مهارات اللي بنعتمدها نحن في مناهجنا، هي التي أدت إلى معرفة من أول يوم بعض الأخطاء اللي واردة وتم تصحيحها. بالسابق كانت تمر عشرات السنوات على الكتب وفيها أخطاء ولا ينتبه أحد، يعني هي ميزة من ميزات المنصات. تم تصحيح الأخطاء من طبعاً قبل ما طبعاً. وهذه الكتب هي ليست منهاج، هذه الكتب هي أنشطة، لأن المنهاج أوسع بكثير. لدينا معايير المناهج ولدينا منصات تربوية، المشروع في بدايته. أستاذ دارم، يعني من يومين نشر قرار لوزير التربية يقتضي بتصحيح الأخطاء الواردة في بعض المواد، وشفنا يمكن خريطة سوريا وحكوا عن موضوع عدم وجود لواء اسكندرون بالخريطة. لا 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 لا. يعني هالموضوع هل بيحتاج كان لرقابة وتدقيق وراء الخرائط لحتى تنوجد لواء اسكندرون؟ هو لا، لازم نكون نحن منطقيين في عرضنا. ما قام به الوزير ليس تصحيح الخرائط، الخرائط في الكتب كلها صحيحة، لكن كان في هناك تمرين للطلاب، وضعت الحدود فقط بدون الجوانب الأخرى، فكانت هي مأخوذ منها جزء كأنها لواء اسكندرون غير موجود فيها، أعيد ترتيبها، يعني عبارة عن خط. أما الخرائط الأخرى بنفس الكتاب كلها كاملة وفيها لواء اسكندرون، ولا يمكن لأحد أن يقيمها، وهذا موجود أحيانا. يعني الخريطة لم تكن خريطة سوريا، هي كانت تمرين للطالب، وضعت فقط. بس حتى هذا التمرين يعني كتير مهم. طبعا طبعا، يعني طبعاً. هذا التمرين لذلك أنه مهم التصحيح. ولازم طبعاً. يعني يمكن إحنا لو ما شفنا شوي ردة فعل الناس وحكيهم عن هالموضوع، يعني لو ما شفنا الناس ما كان يمكن تم تصحيحه. لذلك نحن في عصر التواصل، لذلك عم نقول المناهج الجديدة هي تطوير لمهارات المتعلم. المتعلم لا يجوز أن يتلقى كل شيء ويأخذه كما هو، يجب أن يناقشه ويحلله ويستنتج، لكن لا يجوز أن يصل إلى مرحلة التشهير والذم والقدح. يجب أن تكون لغتنا إحنا ما متعودين أنه مثلا بعض الأشخاص هن يعني اللي يشوفوا الأخطاء وهن اللي طلعوا الأخطاء وهن اللي دققوا، يعني في لجان متخصصة بهذا الموضوع. هذا هو التطور اليوم في العالم. اليوم كل مواطن هو جزء من العمل. مواطن اليوم من خلال وسائل التواصل هو من يغني العمل، حتى العمل التربوي. نحن اليوم التعليم التفاعلي والمناهج والطرق المتبعة لها كتير مهمة وعم تكون لها نتائج، بس كمان وجود هاي الأخطاء عم تقلنا أنه المتعلم لازم يتفاعل، بس هذا المتعلم طفل بجوز هو ما بيعرف هذا الخطأ. أهالي الأشخاص ما كنا شفنا تصحيح لهي الأخطاء، يعني حتى إذا بدنا نطلع العربية كمان بعض القصائد يعني اللي انتشرت الموسيقى انه نحن ما احنا متعودين، بس تغيرت يعني حتى بحصة الموسيقى، يعني كان في هي بالحد قفز الارنب نط الارنب، هي بحد ذاتها ما انا موسيقى. دائما للطفل شو بدك تحطي له؟ يعني ما في مفردات يعني بتناسب الطالب وبتناسب الطفل، يعني طش ومش. طيب سالتوه للطفل؟ يعني لا سالتوه للطفل يعني كل من اعترف كنا تعلم مدرسي. ايه احكي لك شغله، من قام على هذه الاعمال هم فنانون كبار،
وهم أرادوا أن ينقلوا الفن الموسيقي من خلال أشياء مخصصة. هذه القصيدة وضعت لتوضيح الحركات الإيقاعية، والحركات الإيقاعية فيها كبيرة وصغيرة، فأرادوا أن يشبهوها بخطوات الحيوانات، ووجدوا أن هذه القصيدة فيها حيوانات مختلفة في الحجم، فوضعوها ووضعوا لحن إيقاعي لها. هناك اليوم للأسف في عدم وعي موسيقي لدى الناس، يعني اليوم كم مرة تذهبون إلى الأوبرا وتحضرون حفلات وتفهمون كل مقطع، هذا سوناتا، هذا إيقاع شرقي، هذا عجم. يجب أن تكون هناك ثقافة موسيقية. أكيد نحن مع تنمية الذائقة الموسيقية، لكن بهالطريقة، وفي كتاب متخصصين بكتابة النشيد إن كان بالموسيقى أو إن كان بكتب القراءة، كتاب يعني متوجهين للأطفال، لكن مو بهالمستوى. يعني هو يمكن مستوى المفردات والكلمات لا تناسب كتاب طفل، يعني كتاب مدرسة. هل قصيدة كافية؟ هل القصيدة كافية كانت؟ لا كافية كانت كطرح مثال. يعني أنا أحكي لك مثال، كل ما ذكر كان يعطي فينا بديل واحد هو سليمان العيسى أستاذنا وحبيبنا، وتربينا على نشاء قصائده. لكن أنا بدي أسأل هلأ المثقفين كلهم، عطوني 5 أسماء لشعراء أطفال، عطوني غير سليمان العيسى. هل يعقل أنه أجيال بكاملها ما بتعرف غير سليمان العيسى؟ هل المجتمع السوري الذي يحوي ملايين الشعراء والأدباء وقف عن شاعر عظيم فقط؟ لا، احنا مو وقفوا عليه. يعني نحن بنحترم كل العالم تماما. اكيد على الفيسبوك العالم اللي عم يكتبوا اكثر من 6 قصائد لسليمان العيسى في كتب الموسيقى فقط، غير كتب اللغه العربيه. نحن مع التجديد تماما. نحن بنحترم اراء العالم وبنحترم الشيء اللي انتم عم تكتبوه، بس كمان يمكن للاراء كلها وقت تجتمع على شيء انه هو غلط وغير مقبول، فهو غير مقبول. يعني شو عندي من غيره؟ من غيره اذا ملأ. هلا في ناس هداك اليوم مغنين هالغنية ومبسوطين فيها، والاطفال اليوم بجوز تصير من شهرتكم الها سووا احسن قصيده في كنا حطينا جنو نقطه اذا على ذوق الاطفال نمشي. على فكره الاعلام اليوم هو من يحرك الشارع. يعني مجرد ما نظرنا الى المناهج على انها سلبيه، نحن عم نعطي فكره للناس انه سلبيه. هلا قولوا انتم بالاعلام المناهج رائعه، بعد بكره بتلاقي المديح و نحن عم نكون يعني نقل الإعلام له دور كبير. صوت الشارع السوري وصوت المواقع التواصل الاجتماعي وصوت العالم، يعني نبض الشارع تماما. هو هذا إعلام، هذا إعلام، هذا اللي قام الحرب علينا، هذا الصوت اللي قام الحرب علينا. ما هيك؟ مو عن طريق وسائل التواصل تمت الحرب على سوريا؟ بس قولوا لي. لا، أنا في فرق بين يمكن بين الموضوعين. يمكن أن توجه بشكل إيجابي وشكل سلبي. المقارنة نحن نريد لا نريد صراحة. أن نسكت العالم، نريد أن يقول العالم آراءهم، يعطونا آراءهم، كل شيء قابل للتبديل. تمام، كل شيء يعطونا آراءهم، وهي نحن هلا عم نطرح هي الآراء. طبعاً نحن هلا أنت حكيتي على خطأ بسيط، بدنا إيجابيات المناهج الجديدة. بدنا ايجابياتها. مثلا هلا بالادب العربي، بالادب العربي هناك شعراء سوريين عظماء بدلنا في قصائدهم. يعني بدل ما تحفظي قصيده واحده لنزار اباني، هناك له دواوين كثيره، ومن حق المتعلم ان يتعرف على هذه القصائد. ادونيس، كثير من الشعراء العرب والروائيين والقصصيين، وركزنا على السوريين. كما فيما يتعلق دكتور دارم بالأمور الدينية، يعني بعض الكلمات كمان كانت لقت يعني رد فعل كتير كبير. هي ليست يعني من مناهجنا. نحن مناهجنا دائما تكافح التطرف وتتقبل الآخر دائما. المناهج الحديثة أردنا منها أن تكون مناهج للجميع، يستطيع أي إنسان حتى لو لم يكن مسلما أو مسيحيا أن يقرأها ويعجب فيها. هي مناهج أخلاق. لكن ليش لقيت ردة فعل سلبية؟ لا في للأسف عم تنقل من صفحات من مناهج أخرى أو مغرضة أو إلى آخره، أشياء ليست لها علاقة بمناهجنا على الإطلاق. أنا آمل من كل الناس أن تقرأ مناهج الكتب. خلينا نعطي مثال مشان الناس تعرف شو هو هال، يعني في أوقات بعض يعني أنا ما بدي رددها لأنه ورد أنه الإسلام مدري شو والباقي باطل. وهذا غير موجود ولا يمكن أن يكون. بالعكس، نحن كتبنا في كتب التربية الإسلامية أن الأديان السماوية واحدة، وكتب التربية الدينية المسيحية والإسلامية عملت في غرفة واحدة. نحن نوضح الصورة لكل الأشخاص، واللجان مشتركة، وحتى قرأوا لبعضهم البعض وقالوا كل ما هو خلافي يجب أن نزيله. الكتب الجديدة هي جميلة، حتى انطرح موضوع الصف الأول، كان يدرس في الصف الأول 2 ساعة بدون منهاج، هناك دليل المعلم، فيدخل المعلم، وأكثر المعلمين مكلفين ليس لديهم خبرة، ويقولون أشياء ليس لها علاقة في الدين لطالب صف أول، ينشئوا تنشئة كما يريدون. قلنا لا، كتاب بسيط يعلم بعض الرسوم، بعض الإيضاحات، وبعض القيم البسيطة جدا لطالب صف أول. ما هو الخطأ؟ بدل أن يكون
هذا الطالب عرضة لانتهاكات من بعض المدرسين الغير مختصين ويعلمه من بداية حياته أشياء خطأ في الدين، وضعنا له كتاب في التربية الدينية المسيحية والإسلامية لهاتين الحصتين الموجودين سابقا لكي يتبعها الأستاذ والطالب وتكون دليل له، وهي مبنية على تعلم الخط، على تعلم الأسس العامة للأخلاق، على تعلم القيم السليمة، تعلم احترام الآخر، تقبل الآخر، الثقافة المشتركة، الانفتاح، التفكير والتحليل. تصوروا أننا وضعنا في كتب التربية الدينية آداب الحوار، هي أساسية آداب الحوار. وحتى بدي أقول لك شغلة أكثر، قلنا أن الله حاور الناس. يعني عندي لجنة كثير منفتحة وعلمانية، العلمانية ليست ضد الدين، العلمانية أن تكون لديك عقل منفتح، ما هيك تفكرين كما تريدين وتحترمين الآخر، تحترمين العقائد كلياتها. في كتب التاريخ كتبنا عن نشوء الأديان وكيف أن سوريا هي مصدر كل الأديان في التاريخ. يعني هذا تطور كبير في المناهج، نأمل أن الناس ويعطونا آراءهم فيه. يعني أستاذ دارم أكيد أنتم عملتوا مجهود كتير كبير، ولكن بعد هذا المجهود وبعد الانتظار يعني تبع الناس للمناهج أنه يكون فيها لو بعض الأخطاء، هو ما نشي بالعادي، يعني ما فينا نقول عادي ويمروا، لأنه الناس مو هي اللي بدها تدقق المناهج، يعني المناهج لازم يكون في إلها مدققين يشتغلوا عليها. عم يشتغلوا طبعا، لكن هؤلاء جميعهم بشر، لم نعين أنبياء بعد ورسل وآلهة في مراكزنا، والبشر يخطئون. أنا أستاذ جامعي، لدي طلاب دكتوراه، حضرتكم يمكن تكونوا عم تقدموا دكتوراه وماجستير، كم مرة بتعيدوا البحث؟ أنا أصلح لطلابي 50 مرة، 50 مرة أصلح بالقلم الأحمر، وعندما يأتي دفاع الدكتوراه أو الماجستير يحدث أخطاء، تأتي لجنة الحكم وتقول هذا خطأ وهذا خطأ. لكن الواحد شوي بيحزن أنه هو بذل مجهود وقدم منهاج جديد وكان في دراسة موسعة بكل الكتب وكل المواد لهالمنهاج الجديد، ويلاقي هالصدى ويلاقي هالبعض الهفوات والأخطاء إذا فينا نقول، يلي يمكن روحت كل شيء منيح وروحت كل لا ما روحت. يعني كصدى شارع المجتمع التربوي، الصدى كان أغلبه من الناس لم تقرأ المناهج. نحن عنا منابر، أنا عندي على موقعي 20,000 متابع كلهم معجبين بالمناهج، قرأوا المناهج قبل أن تخرج وعطونا آراءهم فيها، وكانت كلها إيجابية. اللي صدى اللي صار أنه وضعت، وقد تكون هنا غرف سوداء خلفها، وضعت بعض الأشياء لتشويه هذا العمل الوطني العظيم الذي يتم لأول مرة بأيدي وطنية وضمن ظروف الحرب. ما في دولة تحت ظروف الحرب، في دول وقف ما عندها حرب، وقفت التعليم دول مجاورة. لا نحن الحمد لله نختلف، ونحن في كل ظروف الحرب نقوم بالتدقيق على كل كلمة. يعني أعطيكي مثال، تفضل. هذا الغلاف مين بيعرف مين شو هاي اللوحة؟ تفضل احكي لنا عنه. يعني هي أليس الثقافة؟ هذا مين؟ هذا لؤي كيالي، أحد أكبر الفنانين التشكيلي. هل يعقل أنه مجتمعنا ما بيعرفه والعالم كله بيعرف هذه اللوحة اللي عمرها أكثر من 40 سنة؟ أليست هذه ثقافة للمجتمع؟ بما انه عم تورجينا بس دقيقة، إذا روجناها، بما انه عم تورجينا غلاف الكتاب، صار في مشكلة حول الأغلفة بالبداية، وشفنا كثير يعني نماذج من الأغلفة. اوكي هي عم تحكي عن الحضارة، بس يعني هي ما أنا جاذبة. يعني فعلا نغيرها، فعلا لكنها عملت ثقافة عند المجتمع. قرأوا الناس عن ماري وعن مملكة ماري، وتعرفوا على تاريخ سوريا قبل 5,000 سنة، حفزت المثقفين لأن يكتبوا ويبحثوا، وهذا هدف في المناهج التربوية. يعني مثلا بدل ما نحط مثلا غلاف بالفن التشكيلي، ليش ما تكون مثلا مادة، يعني لحتى إذا واحد، لحتى الطفل إذا بده يرتقي بالفنون ممكن تكون. هي مقترح، هي مقترح، شو عليه بالمرة القادمة هذا المقترح إذا كان لاقى إقبال عند الجمهور نضعه. هذه واجهة محل، نبدلها متى أردنا. في كل عام نحن ندفع أموال هائلة فقط على الغلاف، لماذا لا تكون واجهة للناس؟ نقول من خلالها ما نريد، وتأتي آراء من الناس، مثل ما هلأ حضرتك عطيتي مقترح، ممكن يجينا من الفنانين، ممكن يجونا من الشعراء. هلأ جانا مقترحات أن نضع، مبارحة كان عم يقولوا إذا كان أحد الشعراء مهمين، شو رأيكم نحطه على غلاف الكتاب مثلا قصيدة له؟ مقترح. يعني الأمر مفتوح للجميع لتكون هذه الكتب منصات تربوية، بداية نقاش وحوار. اليوم يجب أن نتعلم الحوار والنقاش، النقاش الهادئ المبني على التحليل والاستنتاج واتخاذ القرار. الطفل يجب أن يتخذ قرار،
شو عليه ويعطينا هذا القرار. طب تمام ويعدل في المناهج. تمام رح يتخذوا القرار وتناقشوا العالم موضوع الأغلفة، بس انتوا لجنة يعني معقول كل سنة نحن نرجع نفكر شو بدنا ناخذ غلاف جاذب؟ لا 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 لا. يعني ما قدرنا نعمل نتحمل مسؤولية غلاف التكلفة يعني كمان. بالمناسبة موضوع الغلاف أخذ نقاش كبير بين الفنانين والأدباء وعلماء النفس، وكان في كثير آراء حتى من الفنانين إنه إياكم أن تظهروا إلى الناس بصورة مختلفة مفاجئة تماما، كما هو الحال عندما مثلا شخص عنكم بالعائلة معتادين عليه وخرج فورا صابغ شعره أحمر ولابس لبس مختلف، دغري مباشرة تنتقدوه بعد 3 أيام تقولوا والله الصبغة حلوة واللباس حلو بتتعودوا عليه. دائما التغيير يحدث مفاجأة عند الناس، لذلك نحن دخلنا هذه المخاطرة وقلنا، وكانت دراسة طويلة جدا، ماذا نضع؟ وتم اختيار عدة اتجاهات، قسم للفنون التشكيلية، قسم للآثار، قسم لرسوم الأطفال. نحن لا نعطي الطفل حقه، لا نعطي الطفل حقه ولا نؤمن فيه للطفل. فكرية بقى ما فينا نغامر. حتى نحن هلا عم نحكي عن الطفل، أنا رحت على المدارس وشفت سعادتهم بهذه الكتب، وكل من كتب هو من جيل يعني باسم ورباب، ما هيك؟ باسم ورباب من 30 سنة دريس، هل يعقل انه هلا طالبنا يسألون عن باسم ورباب الطلاب الصغار ما بيعرفوه، حتى ما بيعرفوا مين هو النزير نبعه اللي توفي ومبارحة قلتها خرج بجنازته 2. يعني يجب ان نكرس حتى يكون لدينا انتماء للوطن، نعرف بالمواطن السوري المبدع المبتكر، نعرف بالتاريخ السوري، نعرف بالحضارة السورية، نعرف استاذ. بس الاسلوب، اسلوب الطرح، هو اسلوب الطرح يمكن هو اللي كان عليه المشاكل. بدنا نحطكم يعني بلجان التأليف بالمرة القادمة. ناخذ كوكب من الصحفيين معناتها على هالمعلومة. لا بالمناسبة أنا متشكر جدا، وحتى أنتم كم مرة استضفتونا وحكينا عن المناهج، هذه المنابر اللي تحولت اليوم إلى جلسات نقاش. هلا أنا داخل العساكر على الباب سألوني عن المناهج، بعضهم عاتبني، بعضهم قال لي الله يعينكم، بعضهم قال لي الله يعطيكم العافية. آراء الناس كل اليوم اجتمعت لتتكلم عن هذا الإنجاز الحضاري الهام الوطني المصنوع بأيدي وطنية، لأول مرة يكتب التاريخ بلسان السوري. دائما كانوا يكتبوا عنا ويعطونا ونحن ساكتين، اليوم عندما أردنا أن نكتب بدأنا ننظر إلى الأخطاء الصغيرة وننسى هذه الإنجازات الرائعة التي يقوم بها المواطن السوري. أكيد ما حدا نسيان إنجازاتكم، وأكيد ما حدا نسيان شغلكم وجهدكم وتعبكم بهالأيام كلها، بس كمان هي الأخطاء كمان الناس ما قدرانة أنه هي تمرق عليها، لأنك أنت قلت أنه نحن بوقت حساس طبعاً. ثانيا طالما نحن عم نعرف بحضارتنا وعم نعرف بتاريخنا وعم نعرف ودبائنا وشعرائنا، لازم كان يتقدم بأفضل صورة إن شاء الله. إن شاء الله هو بأفضل صورة. بدي أقول لك شغلة، بدي أقول لك شغلة، بالتربية الموسيقية المشرفة على كتاب التربية الموسيقية بأقصى فترات دمشق عندما كانت تقصف، أحضرت مرتين، أولا فرقة الجيش العربي السوري ليعزف أناشيد وطنية، لأنه كل الناس كانوا يقولوا الموسيقى ترف والموسيقى ليس لها أهمية. أردنا أن نقول أنه عندما نقود الحروب الموسيقى أساس، والآن تسمعون نضع موطني ونضع قصائد جميلة لتحفيز الناس، عندما يأتي الشهيد ويذهب إلى أهله يذهب بلحن الشهيد. بعدها قامت بدعوة فرقة الشرطة لتقول أن الدولة قائمة وموجودة والفن موجود في كل مكان، ودولة سورية دولة منجبة، دولة عظيمة، نقف عند قصيدة ولا هفوة ولكل حصان شو كبوة. يعني هفوة نشيد الفيل هفوة كبوة. يعني كل شيء قابل للتغيير. أنا آمل أن تأتينا قصائد اليوم من الأطفال، من الأهالي، من المبدعين لنغني هذا المنهاج. ستكون هناك في نهاية العام منصات تربوية على صلة مباشرة مع وسائل الإعلام، لدينا لجنة إعلام تربوي، يعني سنكون على صلة معكم بشكل دائم، ننقل بشكل دائم ما يدور في الشارع التربوي، ليكون لكل مواطن دور في بناء هذه المناهج لنصل إلى المعايير التي وضعناها وفق أسس سليمة تحاكي مهارات القرن 21 وتحقق متطلبات المجتمع السوري. نريد أن ننهض إعادة أعمار، كيف نعمر الوطن ونحن سلبيون دكتور، يعني ونحن ننظر إلى هفوات بعضنا. دكتور يعني حضرتك كمدير مركز تطوير المناهج بنظرة موضوعية من بعد هالتطوير يلي بذلتوا فيه مجهود كتير كبير، كيف بتشوف مناهجنا اليوم؟ نحن في بداية الطريق، وما صدر الآن من كتب هي عدد قليل، ما
ما سيصدر هو أكبر بكثير، وهذه التجربة تدعو جميع المواطنين إلى أن يساهموا معنا. مركزنا مفتوح، وهو أعد خصيصا لأن يكون مركز لتلاقي الأفكار وتبادل الأفكار. أنا متفائل جدا، وآمل من كل من لديه القدرة على الإبداع والابتكار أن يوافينا، أن يأتي إلينا، أن يساهم معنا. هي عملية بناء، كل المواطنين السوريين هم مبدعون، ويجب أن يساهموا في بناء هذا الصرح الوطني الكبير اللي هو الصرح التربوي. وهل هناك أجمل من أن يقوم المواطن نفسه ببناء صرح التربوي، لا أن يتلقاه من مؤسسات غربية ومؤسسات ليس لها علاقة بتاريخنا تريد تشويه تاريخنا. للأسف هناك من بدأ بتشويه تاريخنا خلال الحرب. هناك بعض الناس صاروا يأخذوا الآثار السورية بفلسطين والأردن ويقولون أنها آثار للعدو. نعم، يعني دكتور نحن اليوم حاولنا ننقل نبض الشارع السوري ونوضح الهفوات وهالأخطاء يلي وردت بمناهجنا. بنأمل أنه المجهود اللي عم تبذلوه يوضح ويبان بالفعل أمام كل حدا عم يشوف اليوم المناهج، وما تأثر هالأخطاء الصغيرة، وبنتمنى أنه يتم تلافيها. نحن بالتعاون مع كل وسائل الإعلام منفتحين، وإن شاء الله سيكون في برامج مخصصة بدءا من فضائيتكم لمنسقين للمواد المختلفة لإيضاح ما هو موجود في هذه المناهج. وأنا أدعو من خلال منبركم العظيم هذا كل الناس لأن تقرأ، اقرأوا هذه الكتب وعطونا أراءكم فيها. القراءة مفيدة وكتب جميلة، وحتى للناس غير المختصين، يعني حتى إذا أم عندها أطفال تأخذ هالكتب الجديدة وتقرأها وتعطينا رأيها فيها، وهو رأي مهم. شكرا. يعني إحنا نتشكر وجودك معنا اليوم، نتمنى أنه فعلا هي الأخطاء يتم تلافيها، ونتمنى من الناس كمان أنه يتأكدوا من المعلومات إذا كانت تمام. صحيحة أو لا، ومو كل شيء على الفيسبوك هي مهارة صحيح. يجب تعليمها، لا يجوز أن نأخذ كل شيء ونقول هذا صحيح. نحن بانتظار تصحيح هي الأخطاء، وإن شاء الله القادم بيكون. بالمناسبة أصدرنا مبارحة قرار إلى كل الموجهين التربويين والاختصاصيين بدراسة المناهج هي وموافاتنا حتى 31 الشهر بكل ما هو بحاجة إلى تغيير وفق الصفحة وسنقوم بنقلة مباشرة إلى وسائل. الله يعطيكم العافية دكتور. شكرا لك.